السلام عليكم. موضوعنا المرة دي هيبقى من منطقة القاهرة، تحديدا ما بين منطقتين، العمرانية والطلبية. شيف عنده 57 سنة، حياته كانت مستقرة تماما، الشغل بتاعه 10 على 10، الناس كلها في الشغل بيحبوه وبيحترموه وعارفين انه هو من الشيفات المتميزة والمحترمة في المكان اللي بيشتغل فيه. زوجته اللي للأسف بالرغم من العلاقة الزوجية ما بينهم كانت كويسة جدا، ولكن دخلت في علاقة غير شرعية مع عامل عنده 41 سنة. للأسف العلاقة الشرعية أو العلاقة الغير شرعية اللي كانت ما بينهم امتدت لأكتر من كده. بعد المحادثات التليفونية اتحولت لمقابلات، المقابلات اتحولت لأماكن مغلقة، وبدأت العلاقة الغير شرعية مع زوجة الشيف وفي نفس الوقت مع العامل اللي عنده 41 سنة. في الوقت ده كانت السيدة دي أو الزوجة الخاينة دي كانت هي والعامل دايما كانوا بيتخانقوا مع بعض. الحجة بتاعتهم كانت كالآتي، إن هما ما بيشوفوش بعض كتير، الأماكن اللي هما بيروحوها مش بياخدوا راحتهم كويس قوي فيها، هي عايزاها على طول وهو عاوزها على طول، أنا لازم كل ما اتصل بيكي لازم ألقاكي في وشي، وهي مش قادرة أعمل حاجة، جوزي بيجي في وقت معين وما بقدرش اتحرك، يعني لازم علاقتنا برضو تكون في اوقات محددة، لازم اللي احنا الاتنين نحسبها مع بعض. دي العلاقة اللي كانت ما بين السيدة او الزوجة زوجة الشيف، وكانت ما بين الراجل التاني اللي هو العامل اللي هو عنده 41 سنة. الشيف رحمة الله عليه حس ان في حاجة خلل او في حياته خلل ما بينه وما بين زوجته، علشان كده واجهها اكتر من مرة، قال لها في حاجة غلط ما بيني وما بينك، لا انت بتستجيبي ليا ولا انت بتسمعي الكلام، وعلى طول نقمة على عيشة، والاحوال دي ما كانتش فيكي قبل كده معايا. المهم الزوجة اكتر من مرة تملصت منه، يعني غيرت الموضوع، غيرت الموضوع. المهم لغاية ما في احدى المرات في احدى المقابلات الغير شرعية مع الزوجة ومع العامل اتخانقوا خناقة كبيرة قوي، وقالوا لا احنا كده مش هينفع، احنا كل ما بنيجي نتقابل لازم نعمل فيلم كبير، وفي الاخر يا اما بنتقابل يا اما ما نتقابلش، احنا لازم على طول نتقابل، ولازم كل واحد مننا يحتاج التاني صبح ظهر عصر ليل لازم يلقاه قدامه. علشان كده اتفقت هي وعاشقها او اتفقت مع الراجل التاني على ان هو يجيب لها حبوب غلة. حبوب الغلة بالفعل جابها لها الراجل ده، وبالفعل خدت الحبوب منه، وبعدها على طول راحت البيت وابتدت تحط الغلة او حبوب الغلة القاتلة لجوزها في الاكل، مرة في التانية في التالتة لغاية لما توفى تماما. يشاء السميع العليم ان الزوجة توفى 57 سنة، الوفاة شبه طبيعية، وبالرغم من ده كله اتدفن، وبالرغم من ان هي اللي قتلاه هي وعاشقها بمساعدة عاشقها، الزوج اتدفن والموضوع ما تعرفش ومفيش حد كان يعرف اي حاجة في اي حاجة. خلص موضوع الزوج رحمة الله عليه وتوفاه الله واتدفن وخلص الموضوع. يجي بعد كده دور العشيقة او الزوجة الخاينة، اتصلت بصاحبها او بصديقها او بعشيقها، يلا عشان ننفذ اتفاقنا اللي كان ما بيننا وما بين بعض، لازم ان احنا نتجوز احنا الاتنين، الدنيا خلاص بقت سداح مداح والموضوع اتفتح والدنيا اتفتحت ومفيش اي حاجة تمنعنا ان احنا نتجوز. العامل كل شوية بيتملص منها، يعني ايه كلمه تمليص؟ يعني ان هو بيهرب منها، كل شويه يهرب منها، تقول له يلا عشان نتجوز يقول لها حجه، يلا حجه، يلا حجه. حتى المقابلات اللي كانت ما بينهم هما الاثنين بقت قليله جدا، علشان كده قررت العشيقه الخاينه ان هي تنتقم من العامل اللي هو خلاها تقتل كمان زوجها. عملت حكايه غريبه جدا، اتصلت بمراته وقالت لها تعالي في حجه ان هي لازم تيجي تنظف شقة معينة في مكان غير معلوم، عفوا هي بتنظف الشقة. المهم اتصلت بمراته وخلتها بالفعل جت في مكان الشقة دي ما كانتش معلومة بالنسبة لها، ولكن اتصلت بيها ووصفت لها المكان في الوقت المعين بحجة انها سمعت عليها حاجات كتيرة جدا وان هي شاطرة وان هي امينة واني 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 واني. بالفعل زوجة العامل اللي هو العشيق راحت لها على طول الشقة الغير معلوم مكانها لغاية لما عرفت ودخلت فيها بالوصف. الزوجة الخاينة او الزوجة اللي قتلت جوزها عن طريق حبوب الغلة اول ما شافت مرات صديقها او عاشقها على طول فاجئتها بضربة حجر
كبيرة جدا على راسها، وقعت على طول في الحال ما نطقتش. ما تسكتش بعد كده العشيقة او الزوجة الخاينة، لا قطعتها بالسطور لأكتر من مرة، لفتها بعد كده في ملاية وحطتها في كيس او في شوال اسود كبير، وبعد كده راحوا رامينها في احدى الاماكن النائية في منطقة العمرانية. ما علينا، اتصلت بعد كده على طول بواحد صاحبها سواق تاكسي، اتصلت بيه قالت له لازم تجيلي دلوقتي، انا عندي حاجات كتيره في الشقه عايزه ان انا اطلعها او اخرجها بره البيت، ومفيش حد في حاجه زي كده هيساعدني الا انت. المهم بعد ما السواق جه او سواق التاكسي جه، اضطرت ان هي تقول له على الموضوع بعد ما اكتشف ان الكيس اللي متواجد او الحاجه اللفافه اللي موجوده دي كلها، لا دي ما فيهاش زباله ولا فيها كذا ولا فيها كذا، دي فيها جثه انسان. المهم بلغته بالموضوع، عرفته الموضوع كله، والدنيا كانت كلها قدامه بيان واضح. المهم بالفعل نقل الجثه معاها ورماها في احدى الاماكن. بعدها على طول صديقها السواق اتصل بالزوج او بزوج السيده دي او زوج الخادمه او العشيق اللي هو كان مع الاولانيه، اتصل بيه وقال له مراتك عامله حادثه في الحته الفلانيه، علشان كده لازم تروح لها او تشوفها على طول. بالفعل العامل اللي عنده 41 سنه جري على طول على المكان المذكور او الراجل اتصل بيه اللي ما يعرفش هو مين، علشان يتفاجئ ان جثه مراته متقطعه 4/4. المهم بعدها على طول اتصل بالشرطه اللي جت على طول في الحال، وفي خلال ساعات قليله كانوا عارفين الموضوع كله. رئيس المباحث بذكائه عارف ان في قصه ما بين العامل ده اللي هو زوجته متقطعه وما بين السيده الثانيه اللي هي رمت الجثه دي، عارف ان في علاقه غير شرعيه ما بينهم هما الاثنين. خيوط الادله دي كلها، خيوط البحث كلها سبحان الله جت مره واحده. عارف بعدها لما قبض عليهم، قبض على السواق نتيجه ان هم شافوا الحاجات دي كلها في كاميرات المراقبه، لغايه لما الكيس اترمى. بعدها جاب السواق اللي اعترف له بكل حاجه، قال له ان السيده فلانه الفلانيه هي اللي عملت حاجه زي كده، وهي اللي اجبرتني ان انا ارمي الكيس ده معاها، وهي عملت الحاجه دي بناء على كذا وكذا وكذا. رئيس المباحث على طول استدعى السيده اللي اعترفت له بالموضوع من اوله واخره. عرف بعدها ان هو التاني، الراجل التاني كان عاشقها، وهي اللي قتلت جوزها اللي اتدفن ومحدش يعرف اي حاجه بحبوب الغله. بعدها على طول عرف ان هي كانت عايزه تنتقم منه علشان ضحك عليها في وقت معين، علشان كده انتقمت منه في مراته او في زوجته الست الغلبانه. والموضوع لغايه النهارده في اروقه المحاكم زي ما بنقول. الموضوع ده على فكره منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيره، ولكن تحديدا الموضوع ده حصل سنه 2021. لسه الموضوع ما اتبتش فيه او لسه ما حصلش حكم الاعدام فيه، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي نزلته مرة تانية بحجة ان الموضوع ده لسه حصل من ايام قريبة. ولكن عفوا الموضوع ده ما حصلش من ايام قريبة ولا حاجة، لا حصل 2021 ومستنيين تنفيذ حكم الاعدام في الموضوع ده. رحمة الله على السيدة الخادمة اللي توفت في وقت معين، ملهاش ذنب في اي حاجة، اللي ان جوزها ضحك على واحدة تانية وقررها بالجواز واقام معاها علاقة غير شرعية، والانتقام كان سيد الموضوع، سيد الموضوع كله. علشان كده الموضوع ده كله حصل علشان الخيانة الزوجية رقم واحد، وعلشان الراجل وعدها بحاجات معينة ان هي ان هو ينفذها بعد ما تقتل جوزها، ولكن فص ملح وده. ربنا يا رب يبعدنا عن كلمة خيانة زوجية، وربنا يبعدنا عن اي واحدة ست خاينة متعرفش تتقي ربنا في جوزها، وربنا يبعدنا عن اي مشاكل زي كده، ويبعد برضو كل راجل وكل ست عن واحد زي كده. السلام عليكم.